الغزالات ديالي، كنتمنى تكونوا بخير، اموركم هانيه وكل شيء هو هذاك. اليوم الموضوع ديال الفيديو ديالنا هو مشكل ديال الشعر الزائد اللي كينمو في البشره ديال بعض السيدات. فهاد الفيديو غنتعرفوا على شنو هما الاسباب اللي كيخليو هاد الشعر ينوض، وشنو هما احسن الطرق اللي كتخلينا نتخلصوا منه، سواء بصفه نهائيه ولا بصفه مؤقته. وخليكم مع الفيديو وما تمشيو فين باش تستافدوا. ولكن قبل ما تفرجوا كنقول للناس اللي اول مره كيتفرجوا في القناه ديالي يبركوا على واحد اللعيبه حمراء لتحت باش يتابوناو في القناه ديالي ويفعلوا الجرس باش يوصلهم دائما الجديد ويوليو من الاسره ديالنا. وبالنسبه للي الناس اللي ديجا معنا في القناه شنقول لهم حتى هما مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا، وما تنساوش ما ديروش لنا جيم وشي كومونتير زويون من عندكم، ونخليكم مع الفيديو ما تمشيو فين. هما الاسباب اللي كتخلي هذا الشعر ينوض في البشره ديال بعض السيدات، من ابرز الاسباب هو المشكل اللي كيكون عنده علاقه مع الهرمونات، يعني ما كيكونش عندهم الهرمونات مقادين، ولا النسبه ديال الاستروجين كتكون شويه ناقصه، ولا يقدر يكون عندهم مشكله في المبيض. يعني هاد الاسباب يعني يمكن لك مشيتي استشرتي مع الطبيب اخصائي ديال النساء، يعني يقدر يعطيك تحاليل هكا وغادي تشوفي الا كان عندك مشاكل هكا في المبيض، يعني يمكن لهم تعالجوا وابخي يمكن لك تخلصي من الشعر وما غاديش ينوض مره اخرى. وكاين اسباب اللي تقدر تكون وراثيه، وكاين اسباب اللي تقدر تكون عندها علاقه مع بعض الادويه. كاين النساء كيستعملوا بعض الادويه اللي تقدر تخرج لهم هاد الشعر الزائد في الوجه ديالهم. تبعتي كاع الحصص اللي كيعطيهم لك الطبيب. شنو هما هاد الطريقه؟ هي الطريقه ديال الليزر. هاد الطريقه ديال الليزر هي زوينه الصراحه، لانك كتخلي اللي كتخليك تخلصي من الشعر بصفه دائمه. غير هي شنو المشكل اللي فيها؟ هي انها شويه مكلفه، يعني الثمن ديال الحصه كيكون مكلف، يعني على حساب هكا الصندوق اللي كتمشي ديري فيه هاد الابيلاسيون ديال هاد الشعر، و شحال من حصه غيعطيك داك الطبيب اللي تما يقول لك واش خصك ربعه الحصص ولا ثلاثه الحصص، يعني كتختلف من سيده لاخرى. ولكن كتبقى يعني طريقه اللي زوينه باش انك تخلصي من الشعر بصفه نهائيه، عضو كل عضو كل مره تقي تحيدي وتحيدي وتحيدي عاوتاني، لا هما كتحيدي في مره واحده وتهني. بالنسبه للسيدات اللي كيخافوا هكا من الالم انهم يستعملوا الحلاوه ولا الوكس، فراه كيكون في الصيدليات بنج موضعي اللي كيتستعمل في المنطقه اللي كنبغيو نحيدو منها مثلا داك الشعر، يعني كتطلى داك الكريم هكا فداك المنطقه وكتخلي واحد شويه صافي، ويمكن لك تحيدي من داك المنطقه الشعر بلا ما تحسي بلا بالم ولا حتى شي حاجه. وبالنسبه للخيط حتى هو طريقه اللي هي زوينه، علاش؟ انه اول حاجه يعني داك الخيط غير كتصايبي بيه صافي وكيطرمى، يعني ما تخافيش انه ينقل لك شي جراثيم ولا شي حاجه تقدر دير لك حبوب من بعد في البشره ديالك. ومن الاحسن ان قبل ما الواحد ما يدير يحيد هكا الشعر من الوجه، انه يدير واحد القماش باش يتفادى داك الحبوب اللي كيكون تحت الجلد. ونتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد، وخليتكم على خير. سلامه.